شيخ علو الكاف، شيخ علو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المعتصمون، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أولا. الأمر الثاني أيها الإخوة، أحب أن أذكر من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ليلة عظيمة مباركة، ما أحوجنا يا إخواني إلى الدعاء، أن نكثر فيها من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحقق مطالبنا. قولوا آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حقق مطالب إخواننا الشباب وحقق مطالب شعبنا. اللهم يا حي يا قيوم احفظ سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق. اللهم يا حي يا قيوم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على أمر دينه ودنياه. اللهم آمين آمين. لا أرضى بواحدة، ويرحم الله عبدا قال آمين. آمين آمين. ويرحم الله عبدا قال آمين. قولوا آمين. آمين. هذا أولا أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المعتصمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. هؤلاء الإخوة المعتصمون حقيقة هم بفضل الله، ثم هم الذين جعلونا نجلس مثل هذه الجلسة ونقف مثل هذه الوقفة. والله لولا الله ثم فضل هؤلاء المعتصمون، أخواننا المعتصمون اللي هنا، اللي ضحوا بأموالهم وضحوا بأوقاتهم وضحوا براحاتهم، هم اللي جزاهم الله خير بفضلهم بعد فضل الله تعالى اللي خلونا نقف هذا الموقف. فرجاء أيها الإخوة، في بعض الأمور التي نحب أن نركز عليها، الإخوة الذين سبقوني جزاهم الله خير ما تركوا شيء. الذي أريد أن أؤكد عليه موضوع العريضة، هذا النداء المسيرة، نحب أن نؤكد عليها جميعا. هذه المطالب التي رفعت إلى صاحب الجلالة، وإن شاء الله قد نفذ ما نفذ، وإن شاء الله الباقي على الطريق. ما علينا أن نستعجل يا إخوة، الصبر طيب، لابد أن نعطي فرصة للحكومة كذلك. الصبر زين، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ هواها، ولكن الله يفعل ما يريد. أنت تريد والله يريد، والله يفعل ما يريد. نحن الذي علينا نفعل بالأسباب، نأخذ بالأسباب. يا إخوة لابد من عنصر الزمن، هذه الحياة لابد فيها من التوازن. الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، ولكن الرزق كيف يأتي؟ كيف يأتي الرزق؟ يمكن نجلس في بيتك؟ لا يمكن يأتي الرزق وانت جالس في بيتك. إذا لابد إيش؟ من العمل، لابد من أخذ بالأسباب. فالحين هؤلاء اعتصامكم، هذا الاعتصام السلمي المبارك الذي أثنى عليه سماحة مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد الخليلي جزاه الله خيرا، وأثنى عليه البعيد والقريب من الناس، ولعل صاحب الجلالة يفتخر بكم، حفظ الله صاحب الجلالة يفتخر بكم، لأن هذا الاعتصام الحضاري السلمي كيف استطاع هذا الجمع المبارك أن يجتمع في هذه الساحة بهذه الأخلاق، بهذا الموقف الحضاري المتطور. هذا توفيق من الله يا إخوة، والله هذا توفيق من الله، لا بحول ولا بقوة منا ولا من أحد، إنما هو من الله، وما توفيقي إلا بالله. فأحمد الله على هذه النعمة. أحب أن أذكر بنعمة الإسلام، أفضل نعمة أنعم الله علينا بها نعمة الإسلام.
ثم نعمة الأمن والأمان التي نحن نعيش فيها يا إخوة. لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، أن نكثر فيها من التوبة ونكثر فيها من الاستغفار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. لا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا. التوبة إلى الله والاستغفار يا إخوة، الذنوب لها أثار ولها تأثير. الذنوب والمعاصي قد تكون هي من ضمن الأسباب، بسبب ذنوبنا ومعاصينا قد الله يسلط علينا هؤلاء الفاسدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيش؟ حتى يغيروا ما بقوم. فعلينا أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. الذنوب يا إخوة، الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم فيه عن تأثير الذنوب، أن الذنوب والمعاصي لها تأثير على الفرد وعلى الأسرة وعلى حتى على الجمادات. واستدل بحديث، وهو حديث صحيح، أخبر نبيكم وحبيبكم محمد صلوا على رسول الله، أكثر من الصلاة على الحبيب، فإن من أكثر الصلاة على الحبيب قلبه يطيب. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة عليّ. أكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء. يا إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إن الحجر الأسود كان أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج. الحجر الأسود اللي تعرفونه في الكعبة، قال كان هذا حجر من الجنة، كان أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج. ثم قال فسودته خطايا بني آدم، بسبب الذنوب والمعاصي وأسود هذا الحجر المبارك. إذن فالذنوب والمعاصي لها تأثير كذلك، كما تكون يولى عليكم. فعلينا أيها الإخوة أن نغتنم هذا الاعتصام المبارك بالتوبة والاستغفار لله. والله يا إخوة، إن هذا الجمع المبارك من صغير وكبير، من غني وفقير، ومن كل المستويات وكل القبائل، إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا نستعجل النتائج. كنت أتمنى أن تكون هناك آليات بعد ذلك، توضع هناك آليات إذا الإخوة أرتوا ذلك ورأوا في ذلك مصلحة. هذه الآليات التي يمكن أن توضع لكي تطالب وتستكمل مطالب هؤلاء الشباب، لعل أن يكون في ذلك خير. لكن نحن المهم يا إخوة أن هناك سنن كونية في الحياة لا بد منها، لا بد أن نأخذ بالأسباب والمسببات. وصاحب الجلالة جزاه الله عنا خيرا، إن شاء الله حقق كثير من المطالب. ونرجو الله تعالى أن يوفق صاحب الجلالة سلطاننا المفدى أن يتم على شعبه بهذه المطالب من الوظائف، وأن تكون هناك هيئة رقابية كما هي موجودة في العريضة، هيئة رقابية تتابع هذه المراسيم وهذه الأوامر السامية من صاحب الجلالة حتى تنفذ بما فيه الصالح لهذا المواطن. نسأل الله أن يوفق صاحب الجلالة أن ينشئ هذه الهيئة، مثل هيئة الرقابة، مثل وزارة الرقابة المالية والإدارية، أن يكون منها هيئة تتابع تتابع أيها الإخوة في الله هذا الموضوع. آليات، كيف ما نسمع عن موضوع اللي اسمه موضوع ما حصل في القوى العاملة، على أنه كان فيه أشياء ليست لصالح المواطن. هذا حقيقة أمر يعني انصدمنا به جميعا. فنسأل الله تعالى أن يوفق صاحب الجلالة ومن ينوب عنه أن تكون هناك هيئة رقابية صارمة تحاول أن تنفذ هذه الآليات ما فيه سعادة المواطن. ونحن يا إخوة بدورنا الشباب علينا ألا نستعجل الأمور، نترك فرصة للحكومة. لا بأس أيها الإخوة في الله، أن سنن كونية
لابد منها يا إخوة. الله سبحانه وتعالى، كلكم سمعتم هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبع والأرضين في ستة أيام. ما ممكن يا إخواني في يوم وليلة أن يحصل التغيير كاملا. لذلك نحن ولعل إن صح ما يقال إن صاحب الجلالة له كلمة يوم السبت، أن يكون في ذلك إن شاء الله الخير والبركة، وما إن شاء الله يبشر بتحقيق كل مطالب هؤلاء الشباب. والله يا إخوة إن اعتصامكم هذا مشرف، والله يا إخوة إنه مشرف، وإنه يدل على الكرامة وعلى العزة وعلى الرقي وعلى الازدهار وعلى هذا التقدم الحضاري الذي وصل إليه هؤلاء الشباب. والله يا إخوة لا أخفيكم سرا، إنني منذ أتيت إلى هذا الميدان، ميدان الشعب كما يسمى، أو ميدان الحرية المنضبطة، لا للحرية المنفلتة، نحن نريد بحرية منضبطة لا حرية منفلتة، الحرية التي تقنن يكون فيها صالح للمواطن، صالح للشعب، صالح للحكومة، لا للحرية المنفلتة. وإن شاء الله أحسبكم جميعا من الذين إن شاء الله يتقيدون بالحرية المنضبطة اللي فيها صلاح البلاد والعباد وصلاح إن شاء الله البلاد والعباد. الشيء الآخر يا إخوة في الله، بالأمس الأخ أحمد، أحب أن أضم صوتي كذلك وإن كنت خالف في بعض النقاط إلى الأخ المبارك الأخ أحمد سعيد العمري، أرجو له التصفيق. هذا الأخ الذي تكلم بالأمس وأخلق صدري في كلامي وإن كنت خالف في بعض الأشياء، فنرجو من إخواننا الشباب أن يكونوا على هذا المنوال. والله يا إخوة أسأل الله أن يحفظ هذا الجمع ويحفظ هذا الاعتصام، وأن يحفظ هذا الاعتصام من الدخلاء ومن الفساد ومن المفسدين، وإن شاء الله تلبى هذه المطالب. ولكن علينا أن نصبر، علينا أن نصبر وأن نتخلق بأخلاق الإسلام. أخيرا أيها الإخوة في الله، غدا الجمعة، وأنا لي مطلب إذا كان توافقون عليه. يوم بكرة إن شاء الله الجمعة، والإخوة أعلنوا أنه سيكون جمعة في هذا الميدان المبارك، ونسأل الله أن يوفق. فأنا أرى أنه اليوم الجمعة هذه اليوم الثاني، يوم الجمعة الثانية، وهذه الجمعة قد يأتي إليها ناس كثير، ونحن نحب أن نظهر الجمعة الثانية بمظهر الحضاري، بمظهر الولاء لله تعالى أولا، ثم الولاء لهذا الوطن العزيز، ثم الولاء لسلطاننا المفدى. وأنا قلت في كلمة سابقة، لا مزايدة في وطنية الشباب، هذا ما أعتقد وما دين الله به، لا مزايدة في الوطنية عند الشباب. والله لا، إن حلفت لا أظن أنه يكون خطأ، لو أحد أحلف من الشباب أنه مستطيع أن يضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن ومن أجل سلطان هذا الوطن، هذه الوطنية لا مزايدة عليها. فعندي رأي أن يكون الخطيب غدا، إذا توافقون أن يكون خطيب الجمعة غدا من؟ أبو عماد سعيد جلال، فتوافقون؟ إذا كان هذا، لعل هذا الرجل عنده من الحنكة وعنده من الإدارة ما يمكن أن يوجه الخطاب إلى صاحب الجلالة وإلى الحكومة وإلى الشعب، وهناك أفكار طيبة إن شاء الله فيها مصلحة للشباب وفيها مصلحة إن شاء الله لحكومتنا الرشيدة ولسلطاننا المفدى ومصلحة لهذا الوطن. فأنا هذا أرى أن يكون غدا إن شاء الله أبو عماد هو الخطيب، فكنتم توافقون فقل موافقون، ونسأل الله تعالى موافقون، جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يسدد دربكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلونا بعنايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونجدد الولاء لله تعالى ثم لصاحب الجلالة، فنقول يعيش صاحب الجلالة، يعيش صاحب الجلالة، يعيش صاحب الجلالة السلطان قابوس، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.